أقل من 24 ساعة تفصلنا عن ضربة البداية في حدث يجمع بين نخبة من أجود الأندية أبطال القارات، إضافة إلى الرجاء البيضاوي بطل المغرب. مختلف وسائل الإعلام العالمية التي حضرت لتغطية الحدث اطلعت من خلال ندوة صحفية على آخر الترتيبات التي اتخذتها الفيفا بتنسيق مع اللجنة المنظمة. وجدنا بنية تحتية بجودة عالية وبالضبط عشرات الملاعب الخاصة بالتدريب لكرة القدم على أعلى مستوى، ملاعب تم تجهيزها في ظرف قياسي، وهذا سينعكس إيجابا أيضا على تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2015. الجمهور المغربي سيستمتع عن قرب بطبق كروي يضم في برنامجه 8 مباريات، أبرزها اللقاء الافتتاحي الذي بلغت مبيعات تذاكره أزيد من 42 ألف. مرحلة العد العكسي انطلقت، واللجنة المنظمة وضعت آخر الترتيبات لإنجاح حدث سيدور من خلاله التنافس بين 7 أندية حول هذا اللقب العالمي. وحول هذا العرس الكروي الكبير ينضم إلينا مباشرة من أكادير كريم عالم، مدير الدورة 10 لكأس العالم للأندية. مرحبا بك. في البداية، حدث كبير من هذا الحجم، كأس العالم للأندية، يعني تعبئة واستعدادات مكثفة لوجستيكية وبشرية، كيف مر كل ذلك؟ الحمد لله، اللجنة المنظمة المحلية خدمات اليد في اليد مع لجنة الفيفا، ولجنه الفيفا قامت بعده زيارات تفقديه، ما غنقولوش تفتيشيه ولكن تفقديه، اللي جعلتنا نحاولوا نفهموا بالضبط شنو هو المطلوب من اللجنه المنظمه المحليه، وحاولنا ما يمكن باش نستجبوا دفتر التحملات ديال الفيفا. والان كيف قلتوا، احنا في العداد العكسي، اقل من 24 ساعه كتفصلنا يعني من البدايه ديال الدوره، وكنتمنوا ان الجميع، الجمهور المحدود اللي غادي يحضر لهاد المباراه الافتتاحيه في الملعب الكبير البهيج الضخم نتاع اكادير، اللي غادي الناس غادي يشوفوا من خلاله يعني كل المجهودات ديال التزيين ديال هذا الملعب على اساس باش يكون في المستوى ديال هذه التظاهره. دونك الجمهور اللي غادي يكون من مورا الشاشه الصغيره يشوف شاهد هذه المقابله الافتتاحيه، ان شاء الله نتمناو انه يكون فخور بالبلاد ديالو وبالامكانيات ديال اللجنه المنظمه المحليه اللي حاولت تعطي الفيفا يعني اللب ديال التنظيم ديال نفس التظاهره. تحاولون إنجاح هذه المحطة الكروية، ما هي القيمة المضافة المنتظرة من خلال تنظيم كأس العالم للأندية؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن نستشرف مستقبلا جديدا للكرة المغربية بعد هذه الدورة؟ هو القيمة المضافة يعني كيمكن هما كثار. اولا يعني تعامل جديد مع تنظيم تظاهرات الكرويه الان، يعني كيف كتعرفوا بالمناسبه ديال هذه الدوره تم البيع ديال التذاكر على طريق انترنت من قبل. مثلا يعني الجمهور المغربي اللي غادي يمشي يحضر في واحد المقابله خاصو ينتظر يعني تقريبا اخر ساعه باش يلقى تذاكر متوفره يعني هنا ولا لهيه، ما كاينش يعني شي حمله منظمه اللي كتجعل الانسان يعرف راسو بالضبط فين غيمكن يشري التذاكر. الان تمكنوا الناس باش يشريو شهرين قبل من تظاهره التذاكر على طريق الانترنت، واللي يجعل حتى الجمهور الاجنبي يتشجع ويجي للمغرب. ما كناش كيمكننا ننتظروا يجيو لي بريزيليان ولا يجيو لي زالمون وحتى يوصلوا للمغرب عاد يشريوا لي بيي ديالهم. اذا من هذا من جهه يعني التهيئ. فبالنسبه للبنيه التحتيه كيف تذكر من قبل، الحمد لله المغرب عطاتو فرصه باش يكون عنده يعني الى جانب الملاعب اللي هما عصريه واللي هما يحسد عليها حتى على الساحه الاوروبيه، اكادير او طنجه او مراكش، كان عندنا يعني نقص في الملاعب التدريبيه، والحمد لله في واحد الظرف ديال اقل من 4 شهور او 5 شهور استطعنا باش نوجدوا يعني 8 ديال الملاعب من ارفع مستوى بالاناره ديالهم وحسب يعني المواصفات ديال الفيفا اللي هما براسهم
اليوم براسهم اعترفوا لنا يعني بهذا المجهود وبهذا تقريبا النوع من الرقم القياسي اللي تمكنا منه. فغدا ان شاء الله غيكون عندنا ملعب يكون فيه شي 30,000 او اكثر من 30,000 ديال الجمهور، وكنتمنى ان الرجاء يمر من هذا يعني هذه المرحله الاولى المقابله ديال السد على اساس باش يسير في هذه الدوره ويتمكن الجمهور اللي ما يكونش حضر في المقابله الاولى بعد ما شاف عند الشاشه الصغيره يلتحق نهار 14 ونهار 17 في اكادير ونهار 18 و21 لتتمه الدوره في مدينه مراكش في نصف النهايه والنهايه. وكنتمناو يعني يكون هذا العرس يعني الرياضي للمغرب. الرجائي البيضاوي مع ذراع المقاطعه السيد كريم عالم، كنت معنا مباشره من اكادير، انت مدير الدوره العاشره لكاس العالم للانديه. والأنظار تتجه إذن غدا لمدينة أكادير، ملعب أدرار جاهز لاستضافة أولى المباريات. 30 مليون درهم والغلاف المالي الذي رصد لتهيئة ضاحية هذا الملعب ذي المواصفات العالمية. صدق بن زينة، مروان كباسة. عبد الله الصادق رئيس جمعية أكدود الحسنية على موعد مع أعضاء الجمعية. موضوع هذا الاجتماع عرض برنامج خاص بمواكبة نهائيات كأس العالم للأندية البطلة بأكادير ومناقشة أسباب الأجواء الباهتة قبيل انطلاق هذه التظاهرة الرياضية العالمية. قريب المونديال من الأسف ما حد ساعة ما شفنا الجماهير ديال الفرق الأخرى، اللي هذا هو المهم باش يعني نتلاقاو مع جماهير ديال الفرق المشاركه. لحد الساعه مازال ما يعني ما شفناش لومبيونس ديال الجماهير. جمعيه أكدود الحسنيه قامت بالتوعيه وبنداء للجماهير السوسيه والجماهير المغربيه للحضور وتشجيع الفريق المغربي اللي ممثل حاليا المغرب في هذه التظاهره، وتشجيع ايضا الفرق الاخرى اللي جايه عندنا كضيوف. ملعب أدرار الجديد الذي سيحتضن هذه التظاهرة العالمية شهد محيطه خلال الأسابيع الأخيرة أشغال التهيئة، كما هو الحال في العديد من فضاءات مركز المدينة، وذلك بميزانية داعمة خاصة بلغت 30 مليون درهم. لكن الانطباع العام لدى الساكنة هو التأخر المسجل على مستوى مباشرة الأشغال. اللي خصنا نعرفوا أنه تخبرنا في آخر الخدا في أواخر يوليوز ونعرف اش تخبرنا، عملنا عدد ديال الاجتماعات مع السيد الوالي ومن بعد المصالح الخارجيه باش هاد البطوله تدوز في احسن ظروف. بالرغم من التاخر المسجل على مستوى تهيئه المجالات وكذلك على مستوى اطلاق الحملات الترويجيه، تتجند جميع المصالح المعنية وكذلك الفعاليات الجمعوية الرياضية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأجل إنجاح هذا العرس الكروي العالمي.